كابتن ضياء عايز يروح للنادي الاهلي شويه اديله حقه، يعني احنا اتكلمنا على المشاكل الكتير في نادي الزمالك في هذه المباراه، بس الاهلي كمان في جديه مش طبيعيه. انا كنت لسه بقول لا طبعا رام ربيع من شويه، يعني ايه تنزل تلعب مباراه بهذه الجديه وانت واخد كل البطولات؟ ممكن تريح شويه مثلا؟ لا، هو انت معاك مدرب كبير، مدرب واقعي وبيتعامل مع الامور بجديه، ووقت الراحه ادى الناس راحه يومين بعد ماتش الاتحاد. ايوه، قال لهم انتم محتاجين الراحه ومكافاه ليكم، خدوا يومين. فالناس قالت ايه ده، هو مش مهتم بيه؟ قال لك انتم مش مهتم بالماتش، بماتش الزمالك تبتدي من بكره وتيجي والناس تقعد؟ قال لا لا لا، اللعيبه محتاجه اجازه يشوفوا اسرهم. لكن اول ما ابتدى الثلاث والاربع كان في جديه، والكلام اللي قاله احنا لازم كذا ولازم احنا ده النهارده طالع بعد الماتش بيقول الموسم لسه ما خلصش. ايوه، عايز اكسب الماتش. عايز ايه؟ ايوه، يعني يتحسب له طبعا. ده تفكير الاهلي من لم يخسر اي مباراه، تفكير واقعي، لانه لعيبتك بتاخد الاشاره منك. صح، فالاشاره منك لا يا حبايبي احنا كسبنا الدوري بس انا عندي ماتشات مهمه جدا، منهم ماتش الزمالك ده ماتش مهم، وماتش حلو على شغل سيد وشغل الكابتن محمود راح لهم. انا متاكد، لان عارف الاوضاع دي عشناها وعارف الناس بتحفزك ازاي. صح، الرياكشن كان كويس من اللعيبه ان هم كمان اتجمعوا على فكر واحد، على اهتمام بشكل كويس، وادوا مباراه كبيره. انك جايب اربعه في الخصم دي حاجه كبيره جدا، ماتش كبير، رغم انه كان ممكن يزيد عن كده، لكن في النهايه كولر مدرب كبير وعارف يتعامل مع المواقف بجديه. صح. طيب، مارسيل كولر استلم مباراه الاهلي يا كابتن طارق بشكل مع الفارق، يعني لما انت استلمت اولمبيك اسفي كان في وضع سيء جدا. النهارده مارسيل كولر لما استلم مهمه النادي الاهلي كان مقدم موسم سيء جدا للنادي الاهلي، وتحول تحول تام 360 درجه النادي الاهلي هذا الموسم. يعني حتى مع نهايه الموسم الماضي ما تتوقعش ان الاهلي يحصد كل هذه البطولات في الموسم ده حتى تدريجيا. يعني ايه اللي عمله مارسيل كولر؟ تفتكر ايه اللي عمله مارسيل كولر عشان يحصل التحول العظيم ده في شكل النادي الاهلي؟ عمل بصراحه، هو مدرب كبير ومدرب هادي على الخط وده مطلوب، بس هو عمل حاجه الناس مش واخده بالها منها. انا الحمد لله اشتغلت السنه دي نفس طريق، يعني من اول السنه اللي فاتت اللي انا مسكت نفس الطريقه، كل اللعيبه لعبت معايا، مفيش حد ما لعبش، ودي نقطه مهمه جدا جدا صح. جدا صح. جدا صح. مهمه جدا صح. مارسيل كولر السنه دي 34 من 35 لاعب شاركوا مع مارسيل كولر باستثناء ايمن عاشور. الناس بس موضوع ثبات التشكيل بالظبط كده. ايوه، ليه بقى يا كابتن ضياء؟ ليه؟ لان انت، انا كمدرب يعني هو في مدربين كتير كابتن ضياء عارف هم ال 11 ال 12 مش هيغير، هو وكان عندنا احنا امثله كتير هنا في الدوري. ليه؟ بيتشو موسيماني نفسه كان بقوامه 15 لاعب. جروس كان كده بالظبط كده، جروس كان كده، موسيماني كان كده. فبالتالي دي نقطة بتخلي اللعيبة كلها، أولا كل اللعيب عارف إنه لما هيتمرن كويس وهيلعب وتجيله الفرصة هيمسك فيها هيلعب. صح. وحاجة اسمها العدل، يعني بتتمرن كويس مش عارف. الحاجة التانية الحالة النفسية، إن أنا جاي كل اللعيبة ممكن يلعب النهاردة وما يلعبش، ما عندوش مشاكل، لأنه خلاص الكل عرف السيستم اللي الراجل ده شغال بيه. صح. ودي نقطة مهمة مش أي مدرب يعملها، خلي صح. بالك. صح. لأن ممكن تغير بس الماتش ده مش بتاع الكابتن ضياء، ألاعب مثلا ألاعبك والماتش ده مش بتاعك. حصلت فهو كتير عليك طبعا. فانت لازم تبقى انت، خلي بالك انا دي ده انا بحب كده يعني فاهم. فانت لازم تستفاد من كل اللي موجودين عندك، الا لو واحد خرج بره النص او واحد انا اصلا مش مقتنع بلعبه خلاص. يعني انا في اخر مباراه انا لعبت جون عنده 20 سنه اول مره يلعب في حياته من ساعه يعني من الناشئين، في اخر مباراه كنت خلاص كسبان 3-0 ونزلته، وده الوحيد اللي ما كانش لعب معايا جون عشان تديله، عشان اديله عشان الحاله النفسيه، وهو جون كويس واديله للمستقبل. خلاص سيطر على الفرقه وسيطر على اللعيبه، واللعيبه عرفت اسلوبه يدخل بقى يخرج بالزبط. يعمل مش هو الكابتن ضياء قال لك حاجه دلوقتي، قال لك هو ادى اللعيبه يومين، ده حاله من نوع النفسي اللي تدخلك مباراه الزمالك وانت عالي جدا طبعا، لان اللعيبه مش متوقعه ان هم ياخدوا اليومين. صح. لان الوقت ضيق، اي حد هيديك اليوم الواحد. الاجازه كانت مقرره يوم بالظبط كده، فهو جمعهم في الملعب وقال لهم يومين، وقال لهم لا دول شالوه احتفلوا بيه، الناس افتكروا ان هو بيحتفل. شفت بقى ليه بقى؟ بص هو كمدرب حس بان اللعيبه مش محتاجه تمرين. صح. حتى لو مجرد ان هم هيجوا يعملوا استشفاء برضو لا، عايزين الراحه خالص، الراحه خالص، ومحتاجه كمان تبعدوا عن الكوره. محتاجه كابتن طارق وكابتن ضياء راحه ذهنيه اللي هو اتكلم عنها كتير قوي في المؤتمر الصحفي، قال لك انه ذهنيا اللعيبه مش في افضل احوالها. انا بقول لك عشان كده بصراحه هو مدرب مكسب كبير للنادي الاهلي بصراحه. انا بشوف حتى
يعني فارق كتير عن كل المدربين اللي موجودين. ناس مشيت وناس لعبت وناس كل الناس وكل الناس يعني. انت النهارده شريف المفروض ان هو شريف لعيب منتخب ولعيب دولي وبعيد بينزل. دي حاجات من الحاجات اللي هو عارف ان هو لما هيجتهد وهيتعب هيشتغل. صح. ممكن تلاقي لو الماتش جه تلاقي شريف اللي بادئ مش يعني فاهم. فهو بصراحه النقطه دي نقطه ايجابيه.